هاي بطولة عربية للام ام اي، بتعتبر مثل ليلة ابطال، بينزل لها تصنيفات كل بالسنة، بتنقام اربع بطولات ان شاء الله، ودائما بيرتفع التصنيف حتى نقدر نعمل تصنيفات للاعبين، مين رقم واحد رقم اثنين بكل وزن على العرب. عملنا اول بطولة كانت بشكل مصغر، شفنا كيف الاجواء، وهلأ هي اكبر شوي من دول عربية، بانتظار الثالثة والرابعة حتكون بمشاركة كبيرة كتير. البطولة انا اعتبرها جيدة، جيدة جدا، خصوصا انه التنسيق مع الاتحاد العربي لرياضة الام ام اي كان مهم، وكان له نتائج ايجابية في هذه البطولة. قادم الايام ان شاء الله راح تكون بطولات بهالمستوى، ممكن اكبر، لان سبق احنا قبل 20 يوم قامنا بطولة في سوريا، واليوم بطولة السوبر، هذا اتأكد انه سوريا اليوم ممكن ان ترعى هكذا بطولات. النهارده بنشوف تنافس قوي جدا في بطولة السوبر ما بين الأشقاء العرب، وبنتمنى مزيد من التقدم والازدهار لمثل هذه الرياضة في الوطن العربي. سوريا من الدول القوية برضه في الرياضة، الحمد لله نحن بنشوف أبطال سوريين في هذه الرياضة. جاي لهون لنأسس الاتحاد الام ام اي ونبل نعمل البطولة العربية الأولى، وتنبلش نحط اللعبة على السكة المضبوطة. عم نبلش نشتغل على الشباب ليتقدموا ويصير عندهم، يصيروا يقدروا يشتغلوا بالرياضة ويقدروا يتقدموا فيها ونوصلهم على مراكز عالية ويصيروا محترفين فيها. أول مرة بحياتي بطلع بلعب MMA، رياضة جديدة عندنا بسوريا، وهي الدورة كانت بطولة السوبر العربية يعني جمعوها، هي أول مرة بتصير بسوريا، والحمد لله مثلنا سوريا أحلى تمثيل. لعبت معلم إن شاء الله على العالمين.